مرحبا. عندما تشعر بالاحتياج، الكتاب المقدس يقول لك في المزمور 63: يا الله إلهي إليك أبكر، يشتاق إليك جسدي في أرض ناشفة ويابسة بلا ماء. الاحتياج دائما، يعني مش دائما بيكون مادي، أحيانا إحنا نحتاج لحد يطبطب علينا، لحد يسمعنا، حد يحس فينا في الوضع اللي إحنا بنكون موجودين فيه، عشان هيك بنحس حالنا عن جد يابسين ناشفين، في الشيء زي الأرض اللي ما فيش فيها سنين مي ومكسرة. لا، حتى لو ما لقيتش حد حواليك يطبطب عليك، ربنا موجود، ربنا جواك، ومن جوا بيجيك الحنية والطبطبة والفرح، لأنه الله جوا. لما بتحس إنك وحيد، تأكد وتذكر إنك مش وحيد، لأنه خالقك هو جوهر نفسك. الميلاد فرح، انزعوا عنكم كل احتياج خارجي، لأنه الداخل بيغطي كل احتياجاتكم.